Bonsoir à toutes et à tous. Azul Flaouni Tmeisma, Azul Amkran, Marhaba Iswin. Alors, il est 23h, presque 10 minutes. C'est la dernière vidéo de cette journée. On va parler sur un sujet qui, tout à l'heure, mes amis m'ont interpellé. Il y a des échos qui disent qu'il y a des gens qui voulaient reprendre ce qu'on appelle les manifestations, le Hirak là. Alors, on va en parler. سمحوا لي لهذا القطع هذا راهي ديجا 11 صحابي قبي تكلموا لي وقالوا لي تكلمنا شويه حنا سمعنا باللي كانوا ناس يقولوا باللي يحبوا يوليوا يديروا هذا اللي نعيطوا حنا الحراك ولا التحراك كما يقولوا هما الوغ راح نتكلموا عليه رابيدمون ما نطولش عليكم بزاف كاين واحد السيد قبي تكتب لي قال لي واحد السيد قبيت سمحوا لي نشوفوا برك وين راح السيد هذا شكون هو السيد هذا alors merci beaucoup pour les gens qui m'ont écrit merci Linda ne t'en fais pas non il y a pas de souci hein, donc je ne suis pas fâché donc parfois quand il y a des commentaires comme ça je ne sais pas qui c'est derrière alors il y a pas de souci vous n'avez pas à s'excuser il y a pas de souci Alors, والله قبلت واحد اللي ما يكري je ne sais pas, شفت en passant tout de suite, j'ai vu son papier, son commentaire, et je voudrais rapidement... Eh, سما روحو سيفاكس هذا, ريب pas سيفاكس, سيفاكس هذا ينحيها ما تجيش عليك, parce que سيفاكس
واحد لازم يكون في حل باش يسمي روحو سيباكس. السيد يقول لي سب هكذا ومنا، يعني والله يغرب بيهديكم، يعني انا نحشم، انا ما نسبش، كي نقرا هذا السبان تاع كذا نحشم انا في بلاصتك. والله غير جيونت انت دوك، يعني ما تحشموش نتوما، يعني دوك تقول كلمه كلام مش مليح، يعني تحسب في روحك يعني انت في حل وراجل كي تقول كلمه مش مليحه. انا في بلاصتك نحشم على بالك، نبخس كان هذا النيفو هابط منخفض جدا جدا جدا. وتقول لي نورمالمون شكون هذا اسمه، ايه نورمالمون مصلحة الامن راهي تعرفت عليك وهذه الايام سيفدوك للسجن. يا ولدي استنى، كي تحب تقول لي حوايج كيما هذو استنى خليه يخرج ساعه كيما اسمه الراجل من كيما اسمه من السجن ان شاء الله، باش نقولوا هيا نضحكوا كل، هيا نضحكوا كل. كي تقول انت قوات الامن تعرفت عليا، شكون هو قوات الامن؟ انا قوات الامن يا اخي مريض، يا اخي يا اخي مريض، يا اخي انا حاربت الارهابيين اللي كيما انت في التسعينات، الناس كل تعرفني، انت مريض انت يا شي ديري لي سجن. لا انا ارهابي كيما انت، ولا كش ما سرقت كيما انت، ولا كش ما وش بيك، تي مالاد تي فو توا، وش بيك؟ قبل ما تعرف الناس لازمك ساعة تشوف شكون هما الناس هذو اللي تكلم معاهم يا اخي. يا الله يا سيدي. دونك هذا السيد لي يقول لي سالو تي فوريت سو انتيرا ميني كار هيستوريك اوريكو كي ا توجور دوني دو لارجون ا اسرائيل. سي نورمال يمد اوريكو السوارد الاسرائيل، يا راجل انتما واش بكم هذا؟ اوريكو شكون هما؟ هو يهودي، سي نورمال. كيف هاك انت جزائري ماك لا فلسطيني لا والو، لو كان يقولك مد مد الاسرائيل الفلسطين، هو لا واش تحب يحب يجي يمد الفلسطين؟ مي سافا با، تي مالاد ولا واش بك يا اخي؟ اي اوريكو باسياس جزائري يهودي ليزوريجين نتاعو اسرائيل، ويبدلهم الدراهم هي ومن بعد يبقي كي مدرهم هو الدراهم تو ما تخليوهش يجي للجزائر. نو خليكم من العقليه هذه. الي روحوا تشويت كيما اسمو الجوجي نتاعنا، هو كيما يقولوا هذا اللي عيطوا له الحراك هذا. انا على كل حال ما سمعتش، انا سمعت باللي كانوا اخرين هكذا يديروا دي فيديو راهم في الخارج هكذا ويقولوا باللي لازمكم تتحركوا، لازمكم منا، لازمكم منا. انا هذه قلتها صافي لونطون، قلت الناس عندهم انا ما نقول ما نعلقش على الناس هذو، كل واحد حر واش يقول على روحه، انا ما يخوفنيش واحد انا يكون في ليترونجي ويقول لي ويقول لها راح نقول الاخرين يخرجوا، اللي يحب يخرج. كاينه قوانين، كاينه قوانين نمشيو عليها، ولازم القانون هذا لازم يتطبق على كل واحد، على كل واحد. موش قال برك من هبه ودب اللي يجي خارج انا ندير حراك ولا ندير مانيفيستاسيون، واش تحس فيها واش يقولوا؟ ما على باليش انايا شنو نقول لك، راه يسوق ولا كيفاش؟ المانيفيستاسيون عندها قوانينها، ما تشوفوش الجماعه هذوك اللي يقول لك راه كاين الدستور يقول اللي يحب يدير مانيفيستاسيون يدير ديكلاراسيون برك. لا يا اخي العزيز، لا 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 لا, لا ما كانش منها، خلاص خلاص. لا مانيفيستاسيون عندها القوانين تاعها في بارتو في العالم الكل، ما كانش واحد يخرج بلا شي مانيفيستاسيون. كانوا في الدول المتقدمه والمتحضره كيما باغزومبل فرنسا ولا كيما منا، تخرج بدون اذن دير مانيفيستاسيون 3 شهور حبس نافذ وطلعوا ما عرف قداش غرامه ماليه. دونك ما تنجمش هذه تسمى تروب لا لورد ريبوبليك، باش يكونوا في علمكم هذه ما تسماش مسيره. المسيره لازم تدابور دير اون دوموند، تكتب طلب واش هو مسيره، ماهوش كيما نقعد انا دوكا نروح ندير مسيره ندير طلب، شكون انا باش ندير طلب باش ندير مسيره؟ لازمك دير باسم اورغانيزاسيون، باسم حزب، باسم منظمه، باسم هذه هي اللي تنجم دير بها، وتجيبوا الناس المؤطرين تاع هذا المانيفيستاسيون يجيو هما بعد ويحطوا الاسامي تاعهم ويحطوها عند لي زوتوريتي ويستناو نورمالمون يحطوها سمانه ولا سمانتين قبل باش لي زوتوريتي يدرسوا الطالب نتاعكم، واذا شافوا بلي لا مانيفيستاسيون ما فيهاش مشاكل يوتوريزيوكم. قال تبدا من الساعه الفلانيه حتى الساعه الفلانيه، هام الشوارع اللي تمشي عليهم والناس اللي باش ياطروها هاهم ماك، ويبعث لكم هما قوات الامن تمشي معاكم وديروا لا مانيفيستاسيون تاعكم وتربحوا. مي هذا الشيء اللي ديروا فيه انتم هذه ماشي مانيفيستاسيون، هذه راهو تروبل لوردر بيبليك، يعاقب عليه القانون. اللي واحد يجي يروح من المسجد يجي خارج، خفت لكم انا جماعه ما نلعبش. انا لو كان جيت رئيس حكومه، لو كان جيت وزير الداخليه، لو كان جيت انا رئيس الجمهوريه، بالحرام بالحرام نتاع الدنيا والدين، والله يا المسجد اللي تخرج منه مسيره غير نغلقه،
اه يا سيدي قسما عظما غير نغلقو. علاش نغلقو؟ باسكو كيفاش انت المسجد هذا انت جاي تصلي فيه ولا جاي دير لي فيه مسيره؟ سبحان الله في وقت الحراك هذاك تاع الفوضى هذيك الناس يجيو مام با الاخر يقول السلام عليكم ويجيو دوله مدنيه ماشي عسكريه. مي تي مالاد انتم دي مالاد ولا واش فيكم هذا؟ وهذاك التحراك هذاك اللي راكم تحكيو عليه راه ما فيها لا خنشله لا خراطه لا ريان دي تو. يقول لك باللي راهم هما اللي ما كانش منها داروه ناس في الدوله بعد ناس في بعضهم مش متفاهمين هما اللي بالعاني حبوا يصفيو حساباتهم سي نورمال خلاو الناس لو كان عينهم بالحرام اللي يخرج واحد وخنشله. سي كوا المانيفيستاسيون اللي بات فيها خنشله؟ على جات المير اللي قال اخرين قال لهم اذا تنجموا تجيو كيف اسمه البلديه تغني معاهم جاو مع المير ما جاو على بوتفليقه لا والو. كاين شويه هذه اللي يقولكم جاو على بوتفليقه وجاو منا سابلومون كانوا ناس داروا زون بروفيتي بهذا الحال هذا التجمع اللي جا في البلديه. طلع واحد نحى الصوره نتاع بوتفليقه وراه في السجن كيما قال واحد ويتعاقب عليها ويروح كيما قال واحد. باش نحي نتاع رئيس انت شكون انت باش نحي الصوره نتاع رئيس انت؟ فوزات كي انت؟ كي ما تيراوش عليك راك مليح يا سي محمد، كي ما تيراوش عليك يهبطوك راك مليح. واش تطلع انت تنحي الرئيس المنتخب تجي تنحي انت؟ علاش انت ما تهموش معاه؟ علاش انا مانيش مع الغوفرنمون اللي راح لا انت بوتفليقه لا انت لا هذا لا واحد. انا ضد هذا الغوفرنمون هذا ونحب الناس تسير الجزائر ديمقراطيين. الدول البوليسيه انا ضدها بصح كاين قوانين ومن هب ودب يجي يطلع ينحي ضرب ولا ينحي التصويره تاع الرئيس. شكون انت باش تنحي التصويره تاع الرئيس؟ كيف فوزات كي انت؟ فوزات كي؟ دونك هذه كل تسمى قباحه، هذه اسمها قباحه. دونك انا نقول نزيدو نعاودو لهاد الناس هادو اللي يدبروا عليهم يقولوا لهم جماعه من في الاخر لازمكم تخرجوا ولازمكم تخرجوا لواش تو دابور؟ تخرجوا لواش؟ نعطيني لواش تخرجوا؟ الرئيس هذا راهو كيما قال واحد مازال منتخب ومازال في العهده نتاعو كيما قال الانسان. واش راح تنجم تخرج قال نحيوه؟ لا فوضى مالك وانا كيف مالا وين يكون رئيس ينتخبوه نخرجوا للشارع نحيوه يدير واحد نتاعنا حنا نخليوهم يجي يخرجوا الاخرين مالا فوضى هذه. لا يا اخي العزيز لا 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 ماهوش كذا نتفاهموا مليح. اللي يقول لكم باللي الثوره تجيب حاجه نعلوه من عندي نعلوه، خاطرش الثوره تجيب الهلاك تجيب الخراب تجيب الموت تجيب الدم كاش منها هذه. شو من ثوره تجيب؟ نعتوا لي كاش ثوره من الثورات جابت حاجه مليحه؟ وين هي الثوره هذه جابت حاجه مليحه؟ عجبتكم ليبيا؟ عجبتكم دوكا تونس؟ عجبتكم اللي راهم يبكيو على بن علي؟ عجبتكم العراق اللي اليوم راهي مقسومه واش يقولوا بالطوائف؟ عجبكم هذو هما اللي داروا الثورات؟ هذه هي الثوره اللي تحكيو عليها انتوما؟ عجبكم اليمن اليوم؟ وش من ثوره اللي جابت حاجه مليحه هذه؟ نعتوا لي الثوره اللي جابت حاجه مليحه؟ نعتوا لي؟ راكم تشوفوا في مصر لو كان ماهوش الجيش اللي عاود دخل وحكم الحكم كيما قال واحد راهي راحت مصر كاينش منها. انا نجي نقول لكم حاجه، سي با باسكو راني عاجبني الوضع ولا هاد الناس هادو اللي يسيروا راهم في المستوى مانيش راني نقيمهم تو دابور، مي كي نشوفوا في الميدان نعرفوا باللي هاد الناس هادو ما قدروش يسيروا البلاد كيما الناس الكل، ما قدروش كيما لي بيي ديفلوبي، ما قدروش. لا غير كاين مشاكل بارتو، بصح اون ايساي دو تخوفي ميو كسا. كيفاه اون با تخوفي ميو كسا؟ لازمنا اون كونتينيو ميليتي، لازمنا هاد الناس هادو نتكلموا معاهم ونقول لهم يا ناس هاو كيفاش هاو كيفاش هاو كيفاش هاو كيفاش هاو كيفاش حتى نروحوا نلقاو حل باش غدوه كي تجي الناس اللي يجيو عن طريق الصندوق ان شاء الله عن طريق الانتخابات. ما كاينش واحد يقول لك راني نروح ندير مسيره ولا ما عرفوش هو بكره هي يا جماعه كيخرج نقولوا راه الجزائر كامله خرجت. هيا معليش هيا الجزائر كامله خرجت حراك، ها واش تسناو انتم؟ في تبون يجيب لكم المفتاح يقول لكم هاكم الحراكيست روحوا ادخلوا للمراديه تسناو هكذا؟ راهي ما كاينش منها، راهي ما تراش هذا الشيء هذا كامل. راه كل حاجه لازم تجيب النظام تجيب الانتخابات، والانتخابات دركا ما تجيب لنا والو. لازمكم تفهموا يا دواعش يا الشعب الجزائري 90% دواعش، لازمكم تفهموا الانتخابات نتاع درك ما تجيب لكم والو. لو كان ما تجيب لكم السلطه وحده اخرى باسم واحد اخر تنحى بوتفليقه جا مسيو تبون، يتنحى مسيو تبون يجي واحد اخر من السلطه بعد من هو، هذه هي اللي تجيب لكم الانتخابات، ولا تجيب لكم الذباحين هما اللي راح يجيو يحكموا. هذه ما كان الديمقراطيين ما كانش، وين هم الديمقراطيين اللي يحكموكم هذو؟ وين هما؟ راح لارسيدي كرويب اللي لارسيدي راح يفوتيو عليه الجزائر كيما تفوتي على لارسيدي؟ مو
محال محال. يفوتيو على فافاز محال. يفوتيو على لامديس محال. شكون راح وين هو البارتي اللي راح يفوتيو عليه؟ كاين البارتي نتاع بوروينا هذا والوجه الفار هذا بن فارينا والله ما على باليش. كاين مدام لويزا حنون ما يفوتيوش عليها الناس. شكون كي شكون اللي كاين هادو؟ نعتوا لي واحد قادر يجي يحكم. جيو نتوما تاع الحراك تحكموا تحكموا الحكم نتوما. ما تحسبوا فيها نتوما تحسبوا فيها سوق ولا كيفاش؟ تحسبوا فيها سوق؟ نعتوا لي واحد من الحراك يستاهل يكون رئيس الجمهوريه. اي نعتوا لي واحد واحد مش زوج. نعتوا لي واحد نعتوا لي واحد. ها كنا واحد الوقت نهضروا على الطابو هذاك اللي الصبح راه مع يصور لي مع مراد هنا الذباح ومع كيف اسمه مع علي بالحاج الذباح ومع الجماعه هذو. هذو هما اللي تحبهم يحكموا الحكم. هذو هذو ناس انتهازيين. هذو ناس يحبوا كوسكو كوت يحبوا يعقبوا لي زانتيري نتاعهم بيرسونيل قبل قبل الوطن وقبل الشعب وقبل وقبل كيف اسمه الامه وقبل منها. ما تسمعوا لهمش هذو الناس. هذو هذو الناس هذو يحبوا صلاحهم في امان. لو كان يجي طابو هذا يدير اكثر ما داروا الناس اللي عقبوا. انا نقول لكم او قبايلي وانا نحب القبائل ونشتي القبائل. من الناس اللي حكم الاعلام من النص لرواي مور فيف لوا ما نشتيهمش. انا ما نشتيهمش ما نشتيهمش باسكو الناس هذو انتهازيين. نهار الاول كي شفناه قلنا وي بوتيتر سي هذا بوركوا با. من بعد ظهر على الحقيقه نتاعو كي شاف روحو باللي ما عندوش لا باز ولا قال لك شوف راح ولا راح يحب يدخل مع الاسلاميين ولا يقول لك حنا نديروا الجزائر الجديده كما قال اول نوفمبر وكما قال بن باديس وكما قال نديروا دوله كما يقول هو تحت مبادئ الاسلام. مالك يعادك على نحيو لنا مشيت تبون ونحيو هذا الناس كل كي عاد انت راح تجي دير كيما هكا على نحيوهم. مالك يعادك يخليهم هما وخلاص على نجيبوك انت. دونك تشوفوا باللي الناس هذو راهم انتهازيين. هذ الناس هذو يحبوا صلاحهم فقط ما يحبوش صلاح الشعب الجزائري. الناس اللي تحب الصلاح الشعب الجزائري الدواعش ما يفوتوش عليهم ما يفوتوش عليهم. شوفوا كي في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب ولا في مصر ولا ما يفوتوش عليهم الناس. علاش؟ باسكو سي با لو مومون. الناس كل يوم دواعش. غدوه لو كان شوفوا نقول لكم حاجه غدوه نقول لكم حاجه غدوه لو كان شوف هذا لي بارتي بوليتيك كاملين لي بارتي بوليتيك هذو كاملين من بينهم لا فلان لا رندي لا ار سي دي لا فافاس هذو كاملين يجي واحد في وسطهم برك هذا علي بالحاج الذباح قسم العظم من غير يديها علي بالحاج 90% 90%. علاش؟ باسكو الشعب داعشي. شعب داعشي يا ناس نعلو الشيطان. ما تسمعوش الناس اللي يقول لكم لا لا ويتبدل الحلقة. يكذبوا عليكم يكذبوا عليكم. او كونترير اليوم لا سيتياسيون راهي اكثر من التسعينات. الحراك اللي كنتوا تشوفوا فيه التحراك هذاك اللي كنتوا تشوفوا فيه 80% نتاع التحراك هذا كامل دي اسلاميست كاملين نتاع عليها نحيا وعليها نموت. تحبوا تجيبوا الناس يذبحوكم في النهار والليله حاميه؟ اذا تحبوا تجيبوهم روحوا جيبوهم روحوا جيبوهم. غدوه الله لا يقدر لو كان تفوت تطيح مع المؤسسه العسكريه دخلت عليكم والله العظيم يضلوا يذبحوا فيكم في المساجد والليله حاميه ماهوش في الليل ولا كيما كيديروا درك ولا لنا. دونك نعلو الشيطان بالعقل لازمنا اون ميليت. انا مانيش مع هاد الناس هذو. قلت لهم انا ديما نقول للناس اللي حاكمين يا ولدي اخرجوا لسانكم مرفوعين وما عنديش صحابي نجيبهم وانا ما نجيش وما عنديش بني عمي وما عنديش بارتي. ما عندي اوكين بارتي. عندي لو بارتي نتاعي هو لالجيري لو سول بارتي سي لالجيري. ما عندي اوكين بارتي. نتحدى اي واحد يجيب لي كارت نتاع بارتي لا فلان ولا لا لندي ولا لا فافاس ولا لا رسيدي ولا المدياس. جيبوا لي واحد بارتي ما عنديش. بصح راني نقول الشيء اللي نشوف فيه. نهار نكونوا مور سادير نكونوا كيما قال واحد نعرفوا على من ننتخبوا الوقت هذاك هاك الساعه نروحوا نبريباريو التيران تو دابور. واحد كيحب يدير اون بارتي دو فوتبول يا ناس وين كيفاه يدير؟ اسكو يجي يخش برك في التيران معبي غرقه ولا معبي ماء ومنه ويدخل يلعب فيه ما يصلحش لكذاك. واش يديروا؟ لازم ساعه نحيو الماء اللي فيه لازم ساعه نشوفوا اذا الكازون ماهوش معدول نعدلوه ونجيو نلعبوا مقابله رياضيه. حتى لا بوليتيك سي كوم سا. لازمنا قبل نشوفوا يا جماعه مادام فيها جماعه حماس وجماعه النهضه وجماعه لفلان وهذه راهي ما تتعدلش الجزائر. لفلان قلنا باللي لازمو يروح. علاه لازم يروح؟ باسكو لفلان راهو لو بارتي نتاع الجزائريين كافه كاملين ماهوش تاع واحد. لفلان من 62 حكمات وكاتيغوري وحده هما اللي عايشين به. هادو لازمهم يحشموا على رواحهم ويخليو ترونكيل لو بارتي نتاع الشعب يروح يقعد في الميزي.
هذا نتاع الثوره سي فيني باسكو فرون دو ليبراسيون ناسيونال كاش ما بقينا باش نديبيريو دركا يخلص لو بوبل شوازي كيما قال واحد دينا الحمد لله دينا الاستقلال لو فعلا دركا ما بقالوش نورمالمون في 62 كي يتنحى لا هما واش داروا راحوا حكموه كانوا حتى الناس ما عندهم حتى علاقه بلا فلان والله لا يسعوا علاقه بلا فلان ودركا منهم اليوم ثلاث اربعه يقول لك لا فلان وانت انت افلا انت كنت انت في الجبل كنت انت دير واش كنت انت قاطيك هذا تحب دير السياسه روح دير بارتي واحد اخر روح دير بارتي خويا والله مرحبا بك ولا الاسلاميين اللي يجيو باسم الدين يحبوا يحكموا لك لا احنا محتاجين دين حنايا اشكو الجزائريين محتاجين دين دركا قولوا لي برك يرحم والديكم حنا مانيش محتاجين دين تو دابور حنا الحمد لله رانا مسلمين رانا كانوا فينا مسيحيين كانوا فينا يهود ما انا محتاجين حتى دين باش واحد يجي يقول لك انا راني ريبريزونتي الدين وجيت كاين حاجه اخويا تحب تريبريزونتي الدين هات لنا بلي رب العالمين هو اللي فوضك يا اخي الدين تاع من الدين تاع ربي ولا اذا نتاعك معليش اذا الدين تاع مشيت بون معليش اذا الدين تاع نتاعي انا معليش مين هذا الدين هذا تاع ربي سبحانه عز وجل دونك غدوة وكان ربي يبعث الواحد قال ولدي هاك انت هو اللي تمشي نمشي وراك يا سيدي مي ربي ما قال حتى الواحد دونك لازمنا نحيو لي بارتي هذو تو دابور طبقا للقانون مش نحيوه بالذراع ولا منا نهزو الملفات نتاعهم نديوهم للعداله علاش باسكو الارتيكل 42 تاع لا كونستيتيسيون واضح يقول بلي يمنع على كل شخص باش يدير حزب تحت غطاء ديني لغوي وجهوي انا شاوي ما نقدرش راح ندير حزب الشاويه ما نقدرش باسكو هذا شي ريجوناليزم هذا شي راسيزم هذا والاخر يدير بارتي تاع القبائل والاخر يدير بارتي تاع العرب تصلح هذه هي تخش على هذه الدنيا راح نوليو كي العراق ولا كيفاش ما تصلحش دونك لغوي ما نجيبش انا بيزومبل فرانكوفون نروح ندير بارتي قال بارتي دي فرانكوفون والاخر يدير لي بارتي دي زارابوفون والاخر يدير لي بارتي دي زانغلوفون ما تصلحش دونك بارتي بوليتيك عنده بروغرام سياسي قال اخويا انا كي نحكم راح الجزائر ها واش ندير والشعب هو اللي يختار لو بارتي المليح مرحبا به يحكم خمس سنين ولا اربع سنين ومن بعد يزيد يشوف اذا خدم مليح الشعب يفوتي عليه اذا ما خدمش مليح يجي بارتي واحد اخر وهي ماشي هكا دايرين الدول المتقدمه والمتحضره هكا تمشي ما تمشيش غدوه قال يا نخرجوا نحيوا الحكم ما تصلحش هذه هذه فوضى كبيره هذه انا نقول لكم يا ناس هذو اللي دزوا فيكم راهو اللي يخرج غدوه الصباح ولا غدوه ولا غير غدوه ولا شر منه هكذا راهو يتفرها الا في روحه راهو القوات الامن راهي جاهزه باش نفهموا مليح راهو انسان يخرج انا قلت لكم واحد النهار قلت لكم ما سمعتونيش راهو اللي يخرج راه يموت بكي عليه باش نفهموا مليح خطراش القوات الامن ما عندهم حتى علاقه بالسياسه عندهم اوامر ينفذوها قال خرجوا من هي حسب قالهم ما حبوش يحبسوا يتيروا عليهم باش نفهموا مليح راه ما يخليوش الناس يقول لك حنا غدوه الصباح ونروحوا نحاصروا الرئاسه ونروحوا نعلو الشيطان يا جماعه نعلو الشيطان هذه ماهيش هضره هذه الهضره هذه توصلكم للقمح 17 كما يقولوا الشاويه لا يا اخي العزيز ما تدبرش علينا خلاص انت تقعد ما نعرف وين ولادك درقتهم في 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 في, في, في الانجليز ودرقت المراه نتاعك في الانجليز وابن عمك في الانجليز ودز في ولاد الشعب يقول لهم روحوا سافا با مي راك مريض تو دابور انا هاد الناس ما يهمونيش يهضروا على روحهم اللي ساهل عليهم انا الشيء اللي يهمني هو الغاشي كما يقول واحد الغاشي اللي ما يسمعش الغاشي اللي يحسب قال ايا نجيو خارجين يجيو خارجين يعطيوك انت غدوه الرئاسه اللي كنت غدوه يعطيوك الرئاسه اللي كنت هايا معليش الحراك هذوك اللي كانوا خارجين الكل ايماجينو راه جا كيف اسمه هذا الرئيس قال لهم يا جماعه انا مستقيل شوفوا لي واحد نعطي له الفتح بكره واي بلي راح نتفاهم والله نتقاتلوا في بعضهم والله يدموا ما تيسيروا مع بعضهم وما يقبلوا حتى واحد باسكو هذه هي ما كاينش الفوضى تجيب الفوضى ما كاينش كي لورغانيزاسيون انسان كي نشوفوا نعدوا روحنا مليح ونشوفوا روحنا بلي صايي الحمد لله التيران وجد نروحوا كسعى الانتخابات كي نروحوا الانتخابات كاين فيها دي بارتي معينين اللي ربح مبروك عليه اللي ربح موش يجي يدير لي كي الفيس يحب يقلب لي النظام نظام جمهوري يحب يرجحوا لي دوله اجراميه لا يا اخي سامح لي لا انت اليوم ربحت لازم تفرق بين الدوله وبين الحكومه الحكومه تروح حكومه تجي حكومه تروح حكومه تجي عندك الدوله راهي هنا واحد لين نجم يمسها الدوله وحدها ما تمشي حتى مع واحد المؤسسات نتاع الدوله يقعدوا كيما راهم نطبقوا نغيروا القوانين نغيروا الحكومة رئيس حكومة يروح رئيس حكومة يجي وزير يروح وزير يجي
مي ما تغيرنيش الدوله يا سمو، الدوله ما تغيرش هكا. واش حبوا يديروا الفيس وبعد كي دخلوا لارمي كيما قال واحد كي شافوهم بلي راحين يطيحوا الدوله، سي نورمال هذا انقلاب. وانت قلنا لك روح باش تشارك، انت جيت تشارك باسم الدستور وجيت منا وكي تحكم باش تجي تسير البلاد، لا جيت تقول لي نبدل الدوله. مي سافا با، وتبدل الدوله صار من 62 وحنا رانا هنا ما كاينش دوله ولا كيفاه؟ نو يا جماعه، انا نقول لكم التحرك هذا راه ما يجيب والو، يجيب لكم الحبس، يجيب لكم الدمومات، يجيب لكم الخراب، هذا ما يجيب لكم، هذا ما يجيب لكم. ديجا الشيء اللي فينا يكفينا، الشيء اللي فينا دركا الجزائر دركا راهي نايمه على بركان. الناس ما على بالهمش، ناس اخرين والله ما على بالهم واش راه صاري. انا نقول لكم يا ناس راهي صاري حوايج انتم ما على بالكمش بها، خلاص دونك لازمكم تبقاو ساعه نبقاو نناضلوا، نبقاو نكتبوا، نبقاو نديروا، نبقاو نهضروا، باش ان شاء الله هذو اللي في السلطه راه المفتاح في يدهم هما. هذ الناس هذو اللي في السلطه لازمهم يفهموا باللي ما عندهمش بلاد اخرى من غير الجزائر، وما عندهمش، لازمهم يعرفوا باللي لازم دركا جا الوقت وين يكون الناس ديمقراطيين هما اللي يحكموا الجزائر، حتى ونجيبوهم من الخارج، حتى ونجيبوهم من الخارج باش يديروا لنا جزائر ديمقراطيه، جزائر تمشي كيما قال واحد بالتعدديه الحزبيه، تمشي كيما قال واحد بالتبادل على السلطه. هذه هي اللي الناس تحبها. مي هذه نتاع السياسه نتاع لازم نديروا الرونجيرس كيما يقول واحد، والاخر يقول لك لا نديروا دوله بوليسيه، والاخر يقول لك لا نديروا دوله عسكريه، والاخر هذه ما عادش تمشي. سيفيني سي، ما عادش تاكل. واش خلانا متاخرين لليوم؟ الناس راهي مشات راحت قعينا خلاص، وحنا مازلنا ياكم تشوفوا الاختلافات في فرنسا يا اخي. شفتوا كيفاش فرد نهار نتاع انتخابات خرج الاخر راجل يخدم على روحه نورمال، في لمن في لمن ما فيها لا قال هام سرقوا ولا هام داروا ولا على واش، باسكو هذو داروا النظام لروحهم، داروا التيران، ايزون بريباري التيران. ما عادش فيها هذا بارتي اسلامي وهذا بارتي صهيوني وهذا بارتي ما على باليش، ما كانش. هذيك كل الغاب لازم تتنحى، لازمها تتنحى. انا نقول لخوتي ونزيد نندركم، أو نزيد نندركم ورطوا بالكم، راكم مع قوة الأمن راهي ما تسامحش باش نتفاهموا. قوة الأمن ما تنيغوسيش، قوة الأمن ما تجيش تهضر معاك، قوة الأمن ينفذوا التعليمات باش نتفاهموا مليح. قوة الأمن ينفذوا التعليمات، يقول لهم افتحوا النار يفتحوا النار، ما يستعرفوش باش نتفاهموا مليح. دونك انعلوا الشيطان، الخراب هذا احنا ما نحبوش بالخراب لبلادنا، باسكو نتوما راكم خارجين تقولوا نمشيو برك، مي كانوا آخرين اللي حبوا يديروا مشاكل. كانوا اخرين قادرين انتم تمشيو وهما يلوحوا في وسطكم اون بومب تسوطي تقتل الاف نتاع الناس، وتولي تخش بعضها وتولي في مشاكل. واش هذا كل بور؟ علاش هذا كل؟ راه تحكموها انتم الناس هذو اللي تخرج غدوه تحكموا، هذو اللي كانوا في الحبس هذو ولا اللي مازالوا في الحبس، واش جاوا الناس تطبوا عليهم وقالوا لهم باللي رانا معاكم ورانا منا ورانا منا؟ يا يشوفوا مساكن مخلاو مواليهم وخلاو منا، والناس اخرين اللي تزوا فيهم راهم قاعدين لاباس عليهم، راهم يديو يضربوا في الدولار ويضربوا في الدوفيز فاش يقولوا في ليترونجي وهم قاعدين. انا كي نقول كيما هكا راه ماهوش نقول لكم يا جماعه خليوا الناس هذو في الحكم والناس هذو راهم ملاح، لا 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 لا، انا على بالي باللي الناس هذو اللي في الحكم دركا راهم ما داروش الشيء اللي رانا نحب مطالبين منهم. بصح بالعقل يفضلي ناضلوا سلميا، ناضلوا نكتبوا نهضروا نشوفوا الاحزاب لازمها تتلم، الديمقراطيين لازم يكونوا بزاف باش نحيو على هذو الاسلاميين هذو من طريق. لازمنا نعرفوا باللي الاسلاميين هذو ما يجيبوا لنا والو، يجيبوا لنا الى الخراب. لازم نعرفوا باللي لازم بارتي بوليتيك لازم يكون يهضر غير على السياسه، خاطرش الدين دين تاع ربي، اللي يحب يمن يمن، اللي ما يحبش يمن ما يهمناش، حنا ماناش ربي باش نحاسبوه. لازم نروحوا كيما هكا، سينو راهي البلاد تروح. انتم ما بالكمش حاجه، راهو الملف نتاع الجزائر نتاع التقسيم نتاع الجزائر راهو في الامم المتحده باش يكون في علمكم، راهو فوق لا طابل نتاع الامم المتحده بالتقسيم الجزائر باش يكون في علمكم. وغدوه لو كان الله لا يقدر غدوه يشريوها لنا ولا توقع مشكل منا، يجي يحط لك لي كاسك بلو في الجزائر، واحد يقول لك يقسم البلاد، باش انت اللي مش هذا اللي قلت تسمع روحو بومارتو، هذا اللي يجي يسبق لهم يقول لهم انا ما كانش، ولا يقول احنا مستعدين. واش مستعد انت؟ واش باش مستعد اسمح لي بالكلمه هذه بالتشاش نتاعك، باش مستعد انت؟ باش نجي نتحكم انت يا غدوه الصباح لو كونسي سيكوريتي كيما يقول لي واحد ادرالت الكونسي سيكوريتي ماهمش يهود. اها شكون هما؟ من شكون هما الجزائريين اللي في الكونسي سيكوريتي؟ والله ماهم سابعين بيك، والله ماهم سابعين بيك انت دوله بعد في الكونسي سيكوريتي، بالحرام لهم سابعين بيك، يحسبوك بلي راك سكوت خلاص. انت واش بيك تمسخر على روحك؟ دونك يا ناس الدنيا ملغمه
الحمد لله كي رانا عايشين ورانا ناكلوا في الخبز بالعقل بالعقل. اذا حبيتوا تخربوا بلادكم وتوليوا في مشاكل ايبا هايديكم كيما قال واحد، مي راكم اي مقفول عليكم، مقفول عليكم. لا تنجموا تروحوا لتونس، ما تنجموا تروحوا للمغرب، ما تنجموا تروحوا لاوروبا، هاي مقفول عليكم. وراح تروحوا وين؟ راح تروحوا كي ضل ما كاينش الامن يا جماعه. هاكم تشوفوا الامن كاين وهاكم تشوفوا شنو صاري. هاكم تشوفوا دوك تقراو لارتيكل اللي درتو على خنشله كيفاش حكموا انسان هزوه داوه عطاوه حتى قتلوه وجاو طيشوه قدام السبيطار وراحوا خلوه. هذا كاين الامن كاين، هذا لابوليس هاي تخدموا الجدرانيه تخدموا العسكر تخدموا الناس كل تخدموا راكم تشوفوا صاري. غدوه ما يكونش الامن يطيح الامن بالحرام بالحرام يا يعني الناس. لا تنجم تبات ليله واحد في الدار نتاعك نورمال، تولي في ساعه طاق على من طاق، تولي طاق على من طاق، نوليو كلنا نهزوا السلاح ونقعدوا في الدوار تاعنا ونستناو شكون اللي يجينا. ما تصلحش هذه، ما تصلحش يا الناس. راهو لازمكم تعرفوا حاجه باللي راهو التغيير ما يجيش بالثوره، ما يجيش بالمشاكل، ما يجيش بالدمومات. نو يكذب عليك اللي يقول لك، يكذب عليك. ما يجي بالصندوق بالعقل بالمفاهمه. يجي نهار وين يكون رئيس بالدادر اللي يفهم واللي يجي غدوه يدير المؤسسات نتاع الدوله ويقول لهم يا جماعه احنا دوكا انتهينا كيما قال واحد، نخليو الناس الجدد اللي يجيو يجي صون نوف وثم الجزائر تنطلق وتمشي. ما يجي تقول لي انا نخرج، اي بان تخرج قوات الامن كاينه ليك باش نتفاهموا بها. اي ولكم تبعوا على خير، نرجعوا ان شاء الله على الموضوع هذا في الايامات المقبله ان شاء الله. بونسواغي ا توتي ا توس.